بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في إيفنت ديني مهم جدا في كلية الهندسة جامعة المنصورة لياسر ممدوح. الراجل ده بيقدم محتوى ديني، وفوجئنا بإن المدرجات اتملت عن آخرها. المدرج اللي كان هيبقى فيه الإيفنت كان الطلاب رايحين من الساعة 8، رغم من المفروض الإيفنت هيبدأ الساعة 10، لكنهم راحوا من الساعة 8 وملوا المدرج، واتملت المدرجات المجاورة للمدرج الموجود، يعني تقريبا 3 مدرجات، وكان في طلبة كتير جدا برا الكلية واقفين بينتظروا ان هم يدخلوا، لكنهم لم يستطيعوا الدخول، واضطر المنظمون ان هم يعملوا شاشة عرض في المدرجات اللي ما كانش هيبقى موجود فيها ياسر ممدوح. الراجل حضر، ولكن كان هناك تجمهر كبير جدا في خارج القاعة اللي هو بيدي فيها وفي القاعات الأخرى. فبدأ المحاضرة، فوجد أن الطلاب بيحاولوا أنهم يدخلوا بأي طريقة وبيخبطوا بعنف على الأبواب علشان يحضروا. اضطر المنظمون ان هم يلغوا الايفنت. انا مش هقول ان كان في طبعا ان التنظيم فشل، ما اعتقدش ان التنظيم فشل، لان هم ما كانوش يتوقعوا هذا العدد الهائل اللي هيحضر لواحد بيقدم ايفنت ديني. احنا كنا متوقعين ان لما يجي مطرب تتملى الجامعة على بكرة ابيها بالطلاب اللي عايزين يحضروا قدامه، لكن واحد بيقدم ايفنت ديني ويلاقي كل هذا العدد من الناس اللي جايين يحضروا، وفي منتقبات كثيرات جدا، وفي ناس ملتزمين حاضرين، يعني بصراحة شيء يفرح القلب. ما يهمش إذا اتلغى الإيفنت بسبب كثرة عدد الراغبين في الحضور، تتعوض إن شاء الله. ولكن ده يعني يدي انطباع إن الخير في وفي أمتي حتى قيام الساعة. الخير في أمة الإسلام اللي ما بيسمعوش عن أي حاجة فيها خير وفيها دين إلا بيحاولوا إن هم يحضروا. يعني صراحة ده ملف المفروض احنا نفتحه ونعرف ان الحكاية مش حكاية شباب طائش بيروح يتراقص امام المطربين. الحكاية حكاية انت بتختار له ايه وبتقدم له ايه. قدم له المحتوى الهادف وهو يحضر، قدم له محتوى محترم، وانت هتلاقي شباب كتير جدا محترمين متربيين من اسر حاضرين. الايفنت قلنا هيتعوض وهيتعمل الايفنت مرة تانية بتنظيم اكثر حكمة. الشباب اللي حضر ده جاي علشان يشوف مقدم دعوة دينية، وده شيء يسلج الصدر ويجعلنا ان احنا نطمئن على شبابنا اللي هو شباب المستقبل. حقيقي طلاب الجامعة حقيقي يعني اكثر الشباب اللي احنا بنشوفهم الخير. الطلبة دول اللي اجتهدوا وذاكروا ونالوا اعلى الكليات، كليات القمة، حقيقي بحس ان جواهم خير. لما انت بتناقشهم بمحتوى هادف ومحترم، الحقيقة بنشوف ان هم متجاوبين، بل بيساعدوا، وعندهم ايمان كتير جدا وكبير جدا، بيبقوا سعداء لما انت بتناقشهم بطريقة محترمة. لكن انك انت تجيب لهم ناس فنانين راقصين، تجيب لهم مطربين، اتمنى بعد كده ان ادارات الجامعات اما تيجي تعمل ايفنتات هادفة تجيب ناس بيتكلموا في الدين، ناس بيتكلموا في العلم، يعني يقدروا يفيدوا شبابنا ويحطوهم على الطريق السليم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي. يسعدنا أن نرحب بكم في ندوتنا والتي بعنوان عاتب. قامت الآن حدث اللحظة التي تريدونها، وأتى وقت ضيفنا. من أشهر الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي، شخصية تعبر عن نفسها بأنه رسالة لك قبل نفسك، لا يريد سوى الخير لك وليك، من لديه أكثر من 4 ملايين متابعا على منصات التواصل. حضورنا
الكريم؟ هل أنتم مستعدون لتروا ضيفنا الكريم؟ مجتمع مستعد، جاهزين نرحب بضيفنا الكريم اللي قدر ان هو يعمل فيديوهات كتيرة منها ساعة وساعة وصفة خير بودكاست ايه المشكلة وغيرها كتير. خلينا نرحب بضيفنا يا أمير مكتوب. هلا الزبد بتاعه.